إذا حكمنا السبطانية دذني وحكيت للظروف ديالي كلها وحكيت للأسرة ديالي كلها وحكيت لكل اللي كان في المعلومات ديالي ومشات وبعث بعث لافير ديال البنك الشعبي. أنا كنقول هنا من هذا المنبر كنتحمل المسؤولية ديالي. أنا مشيت عند اش كيقولوا إلى مغربية فإذا به باعوا الماتش ديالي إلى البنك الشعبي وما كنسمح نمشي لا النهار لا باسم شكون باسم شكون لا تعرف نقول لك الاسم ولا نقول لك الاسم ولا نقول لك الاسم ولا نقول لك كلشي هادشي دوك تسمح لي راني عارف نقولها ما كاين مشكل اسمح لي هو في الوان الطوبيس نقولها المغرب ديالي شراو الماتش ديالي ومشي بالدوسي ديالي كله وعطيت المعلومات كلها وماشي غير المغرب ديالي كاين حتى جورناليست هنا كينصبوا علينا جورناليست